السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية صورات الواقع في المنام بكثرة الطاعات والعبادة وإتمام على أكمل وجه، ومن رأى أنه يقرأ صورة الواقع في الحلم فإنه يكون سابقا للطاعات. فيما حلم قراءة صورة الواقع يدل على نيل الأمان والطمأنينة في العيش، أما رؤية قراءة صورة الواقع في الصلاة في المنام فتدل على إيفاء الديون ودفع الأمانات لأصحابها. أما حلم سماع صورة الواقع فيدل على سماع الأخبار المطمئنة والتي تجلب الراحة والسعادة للرأي. أما حلم حفظ صورة الواقع فيدل على التقرب من الله تعالى بالأعمال الصالحة. فيما حلم كتابة صورة الواقع فيدل على التوبة عن فعل المعاصي والأعمال السيئة التي كان يقوم بها الرأي. أما صورة الواقع في المنام للرجل فتدل على عودة العبادات والأفعال التي تدخل الجنة. فيما رؤية صورة الواقع في المنام للعزباء فتدل على أخلاقها الرفيعة وصفاتها الحميدة. أما رؤية صورة الواقع في المنام للمتزوجة فتدل على التخلص من المشاكل وخروجها من ضيق. أما رؤية صورة الواقع في المنام للحامل فتدل على عودتها لرشدها وتخلصها من الآثام التي كانت تقترفها. فيما رؤية صورة الواقع في المنام للمطلقة فتدل على نهاية الحزن والكرب التي عانت منه لمدة طويلة. نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.